جمعية المتقاعدين بالرياض عندها أنشطة عديدة، من ضمنها البرنامج أو إنه جروب مسوينه للمشاوي الهايكنج. يا سلام. في جروب يا طويل العمر السلامة الديوانية، ديوانيات عندنا 3 ديوانيات بالرياض. هذا المتقاعدين كلهم ولا جمعية المتقاعدين بالرياض؟ نعم. إيه الجمعية؟ نعم، عندها أنشطة عديدة من ضمنها المشاوي الهايكنج. طبعا المشاة مرتين بالأسبوع مشي، إيه؟ والهايكنج احيانا يعني تقريبا كل شهر او كل شهرين مره يسووا هايكنج، طبعا خارج الرياض تكون. ما شاء الله ما شاء الله. في رمضان لكم رياضه؟ في رمضان المشي مستمر مرتين بالاسبوع بعد التراويح، بعد صلاه التراويح الساعه 9 الساعه 10. ما شاء الله. اي نعم، كل يومين في الاسبوع. ما شاء الله مهتم اجل في الرياضه يا ابو والله تعرف الواحد في السن هذا لازم يحافظ على الرياضه. والمثل يقول لك امشي وقايه قبل ان تمشي علاج. الله اكبر. فالانسان يحافظ على نفسه، يحاول انه يسوي له برنامج رياضي في رمضان وغير رمضان. انا اللهم لك الحمد محافظ على الرياضه. نعم. واحاول اني احيانا امشي حتى لوحدي لما ما يكون في مشي مع المتقاعدين. يا سلام. امشي لوحدي لا يقل عن 45 الا ساعه تقريبا. ما شاء الله. جميل. عشان الواحد يحافظ على لياقته. برضو جمعيه المتقاعدين عندنا جروب او مجموعه خاصه بجمعيه يسمونها جمعيه الكتاب. كل يوم في الاسبوع مره في الاسبوع يجتمعوا مجموعه من الناس المهتمين بالادب والثقافه والقراءه والعلم والاطلاع في ما شاء الله مقر معين، ويقراوا كتب ويتساءلوا في كتاب، كل مثلا كل فتره يعرضوا كتاب واحد ويتناقشوا فيه. فالجمعية ما شاء الله لها أنشطة كثيرة، طبعا من ضمنها كمان رحلات داخل الرياض وفي رحلات خارج الرياض. فالجمعية حقيقة يعني تقوم بأدوار يعني جدا رائعة بالنسبة للناس المتقاعدين. فأنصح كل واحد متقاعد، طبعا ما هي خاصة بس فقط للرجال، رجال ونساء. ففي عندنا طبعا رجال ونساء، حتى المشي حتى الرحلات تكون. طبعا النساء عادة بيكونوا من فوق سن 50 الغالبية فيهم، لأن تعرف أكثرهم المتقاعدين في هذا العمر، أما تقاعد مبكر أو تقاعد يكون التقاعد النظامي تبلغ من الأخوات 60 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. فأنصح كل واحد تقاعد أنه لا يقعد في البيت ويستني. الحركة بركة. أي نعم، فالحركة بركة، أنه يلتحق بجمعية المتقاعدين بالرياض، فيها أنشطة، رحلات، مشاة، ديوانيات، قراءة كتب واجتماعات. يا سلام. وبرامج متعددة والفعاليات ما شاء الله، الناس المتطوعين والناس كثير. ما شاء الله ما شاء الله. الله يسعدك أبو تركي. الله يعطيك العافية. نحيي جميع